بتجيب بكره كم جرزه تلحشهم مع الروس. بس في عندي جرز يا افندي، في عندي بقدونس، في عندي نعناع، مثل ما لك شايف. تلحش معهم طرخون. طرخون؟ ايه طرخون. وبتنادي خاين يا طرخون، خاين يا طرخون. بتروح بتوقف نحبة المختار. اخطي مركي يجي على بارهم ياكلوا طرخون. بس ما بجيب سيرتي منوبة، فهمان شو عم حاكي؟ هي شغلة بسيطة يا افندي. ايوه مر لي عندي المساء مشان تاخذ خرجية. الله يكتر خيرك ويزيدك من نعيمك. سلام. الله معك يا افندي. لسانك ابوك خاعك ونيفه هالراس نيفه. قرب عالطرخون خاين، هالطرخون خاين. قرب عالطرخون، قليل اصله وجدان هالطرخون. خاين يا طرخون خاين، قرب عالطرخون، قرب عالطرخون خاين يا طرخون خاين. خاين وقليل اصل هالطرخون، خاين هالطرخون خاين، قرب عالطرخون. بدي قوم قلعه عمتي. شو هاد؟ مين بدك تقلعي؟ لحد ضيع الطرخون. شو بدك فيه؟ الزلمة عم بيتسبب ولاحق رزقه. قرب عالطرخون. لوين رايح؟ خاين وليل أصل هالطرخون، قرب يا حباب طرخون. تعدون يا حباب نيفة هالراس، والله نيفة. قرب يا حباب خاين هالطرخون خاين ونيفة الراس نيفة. قرب قرب. عم يعرف رأي من هون عم نيمة. بدنا نسبب عقيد. سبب غير أرني شي. شبك لك عرفان؟ العقيد عم بيقول لك ايه من عرباية من هون بتقيمة من هون. ايه؟ امرك يلا واق. نيفا الراس نيفا، نيفا الراس نيفا. سعد بي صباحك عقيد. عليك. خاين هالطرخون، الله وكيكم خاين هالطرخون، خاين يا طرخون خاين. مين الخاين ولا؟ الطرخون مختار، الطرخون. حط لك كام جزء؟ ترى طرخونات على كيفك ها؟ صفوان اللي علمك تقول هيك؟ لا أنا عم بيع لحالي وعم نادي مثل ما كل هالبياعين بيبيعوا وبينادوا. ليش فيها شي هاي؟ شبه صفوان لك عمي، شبه صفوان. تالي هاي الحارة ملكك وهبنا اياها، فهمت؟ ليش مختار ليش؟ هيك هيك فهمت؟ شو كان عم يحكيك عني؟ عم يقول لي انه صفوان اللي علمك تقول هيك. لكن يا عمي لكن كل شغلة حطوها بظهر صفوان. لك مو حرام هالزلمة يتقلع عن الحارة؟ مو حرام؟ خير مختار خير. شوفي بفشي بفشي. شو نص لكان؟ ما بعرف، ما بده يعني يبيع بهالحارة. ليش؟ ما بعرف. عجبكن هالحكي عمي؟ عجبكن؟ لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لك عمي باختصار يعني الزلمة لساته زعلان على ابنه، الله يكون بعونه. وإيش كان متضايق من وجودك هون؟ روح شوف لك شي رزق بحارة تانية شي حرام. هلا هو ليش زعل؟ لك يزعل ولا ان شاء الله عمره. ليش هو بيتضايق اذا انا ناديت خاين يا طرخون؟ لك انت شو بدك يا شغلي؟ انت ما عم تقبض عملي؟ مبلا. خلصنا معناتها ما ترد على حدا. اسمعني انا شو عم بقول لك وتساوي. نادي خاين يا طرخون، خاين يا طرخون خاين. اختار اختار
أهلين فهد. اللي عاوز شي لازمك شي؟ لا لا سلامتك. وين رايح؟ رايح شقة لحرمة المرحوم وضاح وعايد عليها. ايه والله واجب ان شاء الله ميسرة، بس مختار اذا بدك شي قلي. لا لا سلامتك. ايه والله عاوز شي مرني مختار. عن اذنك ابو فهد. اذنك معك ابو فهد. لا يأمر عليك ظالم. ابو فهد انت بتعرف الفرس تبعي قديش طيب ونسله طيب كمان. ايه نعم. بدي اياك يعني اذا صار لي شي دير بالك عليه وعلى فرس وضاح كمان. بختار ان شاء الله لا تجيب السيره هي بنوها. ان شاء الله عدوينا. السلام عليكم. امك اخذت البنات وراحت عند بيت عمك ابو عبده وعمتك ام وضاح هني. هلا بيعلقوا مع بعض بيعملوا لنا مشكله. اتركهم يا بي اتركهم نسوان بقلب بعض هن يمحقوا. طرقوخ يا طرقوخ. واقف خلي واقف عيان يا طرقون. روح خلي روح عيان يا طرقوخ. خير يا طرقون. الله يصطفل فيهم. ما بدي اقول شيء شكيته الا الله. والله واللي اسمه الله. لو انا كرامة المرحوم ابو عبده وانه المشكلة صارت ببيته كنت مسكت له ايده وكسرت له اياها كسر. يا ريتك يا حجي يا ريتك كسرت له ايده من شرشق. بيلوموني الناس يا مضاح بيلوموني الناس بيقولوا الامر الخشاب حاطط عقله بعقل ولد. لا هو من جيل اولاده ومو غريب كمان. بكره رح يبعثوا لرشدي لعند العقيد ابو فهد خليه يحكي له كل شيء عمله هالواطي بركة بيقدمه. لا يو ليش بقى؟ انا بحياتي ما ضربت بالسيف غير سيفي. بدك ياني هلا خلي العقيد ياخذ لي حقي؟ ومن مين؟ من ابن اخوكي؟ لا اسمعي يا حرمي انا مياتي انقطعوا من الحاره. شو عم تحكي انت؟ شلون يعني مياتك انقطعوا من الحاره؟ لا شو صار؟ شو رايك بالقصه؟ بشو بتنصحنا؟ انا رايي انه جابر يطلع ويفوت قدام اهل الحاره وراسه مرفوع ويا جبل من الزاقيه واللي بيطلع في نظره فيها انا يا ويلي. وشو مشان عمران تبو علي؟ فهد نحن وعمران عيلة واحدة ومثل ما بتعرف عمران أخوه لأم دياب وخال من الأولاد. خلاص أم دياب خلاص لا تاكل هم. أنا بتفاهم معه وبحل أمره. يا عليم الله اطلع فيني تطليعة وتقطع القلب. طب انت شو بدك بهالقصة؟ انت شو بدك بهالقصة؟ بس يا معلم صفوان انا كثير خايف وهذا كبير الحارة ومختارة وانا مالي قده. لك لا تخاف ولا شيء من سألك ان كان هو ولا غيره. اخي حطه بظهري اخي قول له صفوان هو اللي قال لي نادي خاين يا طرخوخ. نادي خاين يا طرخوخ. خاين يا طرخوخ. خاين ولي الاصل هالطرخوخ. انا ما عاد اقدر اعيش بهالحارة مع ابن اخوكي صفوان. الله لا يوفقك يا صفوان. إلهي ضيع غريمك بليلي ما فيها ضوء قمر وما كان. هاي هتركو أبو وضاح. الله يجبر. هاي هتركو. الله يوفقك. ما تحط عقلك بعقله. قلتي مختار الحارة والكبيرة. معقولة؟ معقولة تترك حارتك من شان شقفة ولد طايش؟ شو بدهم يقولوا العالم؟ هاي هتركو. هاي ولي الأصل. لوين؟ رايح مشوار. لوين رايح انت بهالحالة؟ خلص قلت لك رايح مشوار. خاين يا طرقون. خاين ولي الاصل يا طرقون. خاين يا طرقون. خاين يا طرقون. خاين يا طرقون. خاين ولي الاصل يا طرقون. خاين يا طرقون. انا شو قلت لك ولا
امرك مختار امرك. امرك انا ما قلت لك انه ما بدي اشوفك ولا اسمع صوتكم بالحاره. بلا بلا بس المعلم صفوان هو قال لي نادي. معلم صفوان؟ هلا صار اسمه المعلم صفوان؟ هو قال لي نادي وبيع ولا تخاف. لك من امتى صار صفوان؟ يحلوا يربط هون بالحاره. نحن من طول عمرنا بنحل بنربط عمي. ولا زيد من بيت لويلاتي. لك لو ما اعطيناك حرمه من عنا. خلص بعمرك صرت زلمه. ولك اني عم تحكي هالكلام يا واطي. ولك اني انا لا تقول انه اخذتك خطر. حسبي الله ونعم الوكيل. الله يخزيك يا شيطان. عم تقوس علي انا؟ لك انا فوان سامحتك. انا اتحدي عقيل والله اتحدي. بس هو كل ما صارت حكايه بلزقها بظهري. يعني انا شو ذنبي اذا كل البياعين بينادوا خاين يا طرخون؟ يعني الطرخون ماله خاين؟ طرخون ما؟ اي نعم سيدي الطرخون. بعدين يعني نحن شو ذنبنا اشكال طلع انه خايف مثل الطرخون؟ ابلغ حطيني السمنجه. يا ابلغ حطيني السمنجه. يا اول بالك عقيد الله يخليك. يا عالم عقيد لك يا ناس مشان الله فهموني. لك العسكري اللي بينعدم اعدام شو بيكون؟ لك خاين ولا شريك؟ لك انا ابن خاين. لك انا ابن بيع حياتي خاين. لا 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 لا